بالنسبة للعهد المقبلة، أنا التزمت في الحملة الانتخابية وعاود نلتزم أمامكم أنتم ممثلي الأمة أن في هذا العهد ننجز مليوني سكن، 2 مليون دو لوجمون إن شاء الله، وملتزم بها 2 مليون سكن إن شاء الله بكل صيغ. ونظرا لما عاينته في بوحمامة ويابوس في الونشاريس في الهجار، اليوم نطلعوا المنحة تاع مساعدة بناء الريفي في المناطق الجنوب الأقصى وفي المناطق الجبلية إلى 100 مليون لكل فرد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.